بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في محل كوكتيل بدمنهور، حابب ان انا اكمل الفيديو اللي احنا حمينا فيه القطط. شايفين القطط دلوقتي يا جماعة مبلولة، عايزين ننشفها وعايزين نتفرج على شكلها بعد ما هننشفها. شايفين القطة عاملة ازاي؟ لو مسكنا القطة احنا هنستغرب، معقولة يا جماعة دي القطة كان شعرها كبير وطويل اللي احنا شفناها امبارح في الفيديو بتاع امبارح بعد الاستحمام. احنا عندنا برضو طريقة بدائية وبسيطة جدا للاستشوار. طبعا انا مش بفضل دايما الاستشوار، وبحب دايما يكون اشعة الشمس هي الاهم. مش عايز اعمل الاستشوار على حرارة عالية، انا عايزه على حرارة متوسطة. طيب لو عندنا شمس في البيت يفضل ان احنا نحط القطط قريب من الشمس، افضل بكتير من ان احنا نستخدم الاستشوار. لما هنستخدم الاستشوار مش هنركز بالمسدس بتاع الاستشوار او المؤشر بتاع الاستشوار لفترة طويلة في حتة واحدة. لازم نغير المكان، نحرك اول باول. احنا شايفين كده الشعر، شايفين انا واحدة واحدة اعمل الاستشوار، بحاول ان اولا درجة الحرارة مش عالية، متوسطة، واحدة واحدة كده بغير اتجاه وش الاستشوار على طول، يمين وشمال يمين وشمال، مش هيكون ثابت على القطة، مش هيكون ثابت في مكان واحد على القطة زي ما احنا شايفين كده. طبعا واحدة واحدة حببنا القطة بفكرة انه يحب الحمام ويحب الشاور، هنطمن باستمرار ان احنا القط بتاعنا ما عندوش مشكلة ولا يكربش ولا يعض زي ما احنا شايفين كده. احاول على قد ما اقدر ما اجيبش بقى الهواء السخن على عيني او في وشه، لا انا بشتغل على اماكن زي الظهر. شايفين يا جماعه بعد فتره قصيره جدا، يعني ممكن نقول 5 دقايق من الاستشوار وصل لغايه فين. شايفين الشعر، شايفين الشعر اللي عامل ازاي. هل حد يتخيل ان دي قطه كل ده بدون ما نأذي القطة؟ القطة اللي بتنونه هي القطة التانية اللي لسه ما تعملهاش استشوار. شايفين؟ شايفين وش القطة؟ عاملة ازاي؟ شايفين الرجلين والايدين؟ طبعا انا بايديا بعمل زي مساج مع القطه علشان افك تدريجيا الشعر، بدل ما يفضل شعر مكلكع، لا افك تدريجيا الشعر بحيث ان الشعر ينشف على طول. بصوا ايديا، طبعا ايديا انا بحس درجه حراره الاستشوار بكف ايديا كده. ليه؟ عشان لو سخن اوفر لا بلاش نقلل، نحرك كتير. شايفين بقى بيبرق تاني وبيلمع تاني بقى عامل ازاي؟ شايفين يا جماعة؟ نركز واحنا بنعمل الاستشوار، ما نسرحش، ما نسيبش ايدينا في مكان واحد لفتره طويله
بلاش نجيب الهواء السخن على العين. الهواء السخن على العين لا، مرفوض، ممنوع تماما. زي ما احنا شايفين كده، حد كان يصدق ان القط ده هو اللي كان من شوية مبلول جامد؟ شوفوا القط ده وشوفوا القط المبلول اللي جنبه عامل ازاي. ارفع الكاميرا فوق شوية، بص كده، شايفين يا جماعة؟ لسه القط ده ما نشفش. شوف الفرق بينه وبين القط اللي نشف عامل ازاي، الشعر جماله عامل ازاي. استفسار احنا تحت امركم في محل كوكتيل بضمانهور على الواتس او الموبايل 02-011-40-80-70-60، او ادخلوا الجروب بتاعنا على الفيسبوك كوكتيل ضمانهور لطيور الزينة واسماك الزينة والحيوانات الاليفة. احنا تحت امركم في اي استفسار، وكل سنة وانتم طيبين.